العلاج بالأكسجين عالي الضغط طريقة استشفاء حديثة نسبياً، بدأ العديد من المرضى في ريف حلب الشمالي تجربتها بعدما أثبتت تحسناً في نسب الاستشفاء من أمراض عديدة هنا في مركز أوتوبار بمدينة عزاز، وهو الوحيد بريف حلب الشمالي. العشرات أسبوعياً يخضعون لجلسات استشفاء بالأكسجين عالي الضغط. العلاج بالأكسجين له فوائد متعددة، هو عملية إعطاء المريض أكسجين تركيز 100% ضمن ضغط جوي أعلى من المعتاد، بوصل 2.5 الضغط الجوي. طبعاً نحن النتائج اللي حققناها كتير مبشرة وكتير ممتازة، وأغلب الحالات التي تعالج بالأكسجين عالي الضغط هي حالات مستعصية ابتداء من القروح والإنتانات المزمنة والخشكريشات والقدم السكرية إلى الإصابات الدماغية والعصبية والضمور والشلل الدماغي، بالإضافة إلى أنه كتير له استخدامات بالنسبة للأمور التنشيط والرياضيين. تقييم مدى الاستفادة من الجلسات يكون من خلال إشراف الطبيب المختص، والذي يحدد عدد الجلسات التي يجب أن يخضع لها المريض وملاقبة حالته الصحية ومدى تماثله للشفاء. كما أثبت العلاج بالأكسجين دورا هاما في تحسين اللياقة البدنية للرياضيين. هو بيسرع عملية الشفاء وتجديد الخلايا وعملية البناء والهدم بالجسم، بيسرعها وبيخفف مدة الاستشفاء للربع وأكثر. عم نعالج تبعات مرضى السرطان اللي بيكونوا بياخذوا العلاج كيميائي وشعاعي. استفادت طفلتي مريضة التلاسيميا، بالعادة 25 يوم بده نقل دم، فعند صرت أحضر جلسات لبنتي، أحضرها جلسات بمركز الأكسجين طولت 60 يوم، وعندي تقارير وعندي تحاليل بتثبت هذا الشيء، الحمد لله رب العالمين. وأنا كمان نفس الوقت استفدت بالنسبة لجسمي وصحتي. تكلفة جلسة العلاج هنا منخفضة مقارنة مع تكاليفها العالمية، لكن حاجة بعض المرضى وخاصة الأطفال إلى عدد كبير من جلسات العلاج يجعل بعض المرضى يترددون في اعتماده بسبب ظروفهم المادية.